هدول كلهم راح اشتري فيهم صواريخ وفجرهم عليهم كلياتهم. أنا جوعان كثير. أوه شكل أمي عاملة وليمة نظامية. هي الورقة شو بس؟ نداء إلى سكان هذا البيت، لا حد يقرب على الأكل، جايينا ضيوف. بدك ما تواخذيني أمي، لأنه جوعان كثير أنا، كثير جوعان. الأكل! الأكل! مين بالمطبخ؟ ايش عم تعمل انت هون؟ لا بس كنت بطلع شو عاملني اكلت يعني. شو بقولك؟ امبارح حطوا نهار المطبخ، اليوم جايين ضيوف، بترجع السنيه لمحلها لتجنني؟ خلص خلص اوكي اوكي رجعت لمحلها. تمام يخرب بيتك يا خدوج، ما صار الا وعملت اللي براسها. انا بفرجيك يا حيواني بس رجعت. طلعت مع رفيقتي على الكافيتيريا قلت لها تروحي. ماشي. مين بده يجينا بهالوقت؟ معقول خدوج بده يترقى ورجعي؟ لا ما بظن. خدوج لما راحت اخذت معاه مفتاح البيت، انا طلعت بغرفته او بدا ومفتاح الباب، وقبل ما تفتح الباب طلعني بالعين الساحره شعمين وخبرني بسرعه. يلا حاضر يلا. العمى يضرب هالعيله، لك يخرب بيتهم من حالهم. ولي امي هي ستي. شو؟ مين؟ امي. قولي يا اخيكم، قولي لاخيكم. شو؟ خير ان شاء الله؟ ليش سعاده فتحتوا لي الباب؟ ليوم انصدمتوا من جيتي وما لي خبر لو احمد ضربت رقي ورجع انا. لا امي، لا امي ما معك حق، فورا فتحنا لك الباب، والله لما شفناك جيتي طارعه انا ما صدقنا. لا ما فورا، ما فورا فتحتوا الباب، ما فورا. شو؟ عم بكذب انا يعني كذابه انا يعني؟ هيك مرتك ولدك على مو بتكذب على امك؟ ما انت عمي بدك ما تواخذينا لانه ما لنا خبر رح يجينا ضيوف بهذا الوقت. ايش شدي موزك انت، شدي موزك مكيودين حكى بدري ضيوف. لا مالي ضيوف انا، تعبريني انا من اهل البيت. ايوه مين جاي لعندكم؟ مين المواعدي؟ هلا وصلوا الضيوف. عبادة افتح الباب يا ضيف. الله يستر. شو خدوج ماني شايفته وينه؟ يو مرحبا رقم بدك كيفه؟ اهلا وسهلا لحالك؟ لا ليكم طالعين على الدرج. وين اما؟ ليك جوا تفضل. ولك ردوا مين جايكم؟ يا الله السلام عليكم. يو عبادة توريني. يا ميت اهلا وسهلا توبريني نورتوا. اهلا وسهلا تفضلي تفضلي يا حبيبة قلبي. والله ما في منك انت توبي قلبي نورت عيوني بعد زمان. وين هالغطة كلياتها؟ الخالة مطيعة هون؟ والله ما شفتك وانت واخذيني توبريني وانا عم بقول ليش البيت منور. كيفك روحي شو صحتك؟ ان شاء الله بخير طمنين عني. اهلا اهلا حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا ابو فريد، حلت علينا بركات. اهلا وسهلا. خليني يا اخي يا ابو عبادة، والله انت رزق ما في منك. اي والله. وانت ولا فريد اخر مره شفته كان هيك شبر ونص. شلونك؟ شبو هان كني ما بيحكي ولا ايش القصه؟ لا شلون ما بيحكي، بيحكي بس هو بيستحي شوي بيستحي. ابو فريد انا عم بقول ايش رايك ننزل نقعد تحت بحديقه البناء، هم هوا اكثر وهم ناخذ راحتنا بالحكي اكثر. شو رايك؟ اي والله والله. وانت جبتك مخنوق لانه انا تفضل. يلا قوم لكن. وانت فريد تخلى عن عبادة هو بالغرفة، فيقه وتسلى انت وياه. يلا قوم. حاضر. والله الجو هون حلو يا ابو عبادة ورايق يعني رايق رايق.
شو هاي؟ أبوي وعم بقى فريد اجوا لهون على الحديقة؟ خليني أفجر عليهم شي صاروخ متسلمي شوي. يا لطيف يا لطيف، ايش هالصوت هاي ابو عبيد؟ ايش يا اولاد الذين، مين وعدوا لك؟ ولك بكل شي ولد معدي من هون، شرفنا صاروخ. زين زين يا زلمه، لا تخاف. كيف شغلك هون ابو عبيد بتركيا؟ وكيف المدارس؟ ان شاء الله منيحه. تركيا كثير كويسه، يعني فخامه الاسم تكفي، وبعدين هون المدارس كثير 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 محترمين، فيك تقول عن الاولاد يعني مربيين ودارسين وفهمانين شلون الحياه. لأنه مدارس كتير فخمة، شايف؟ هذا مثال عن المدارس الفخمة. خلوا رجعوا يضربوه. يا رب دخل على المنظر هاي. مين هاي؟ مين انت؟ امي؟ امي؟ يا امي؟ بيني وبينك علم اي طريقة النوب حي يخرب بيتها من حالها. لحظة، عبادة عم يدهلي، رجعت لك. خدي راحتك وبيني، خدي راحتك. ولك شبك؟ امي 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 ايش في؟ ولك مين وهاد؟ مين وهاد؟ ولك سد ربوزة؟ لا تسمعك امي يخرب بيتك، هذا ابن الان فريد والضيوف رجعوا عنا. بلوك راح يبلوك العاب معه، عم يمزح اكيد عم يمزح. حاضر. ممتاز، شكله ما في حدا بالصاروخ. خليني افجر فيهم شي صاروخ. ممتاز فيهم. لك يخرب بيتك من حالك، احكي لك شي كلمة، ملبوس انت شي؟ مثل ما عم بقول لك الله وكيلك، ولادي شياطين، شقين الارض وطالعين. لا تشكيلي وكيلك، يرحم ايام جيلي وجيلك، اللي عندي قهوة ودق رقبة. يا لطيف، شو هاد؟ يا شو هاد؟ قول والله واحد شو هاد؟ ولك شبك، شبك، اهدي، اهدي انزلي يخرب بيتك اشوف شو القصة. عمي، شو هالصوت؟ شو هاد؟ شو هاد؟ يخرب بيتك واخيرا حكيت، من هون رايح بدي افجر لك صواريخ لحتى تحكي. عبادة تقبر امك، بدي ضايع عليك، قوم اعمل لنا 3 فنجان قهوة لأنه ستك مستعجلة وبدها تروح. ايوه، ليش وين خدوج؟ ما تعمل لنا هي القهوة؟ خدوج بالحارة، خدوج بتضيع، خدوج هون، خدوج بالغرفة، شو قولي خدوج؟ قولي خدوج بغرفتها مريضة، صار لها يومين ومخستك بغرفتها هي. قولي علي عليك يا ستي، انضرب على قلبي انا، قوم اطمن عليها لك. لا 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 قصدي لا، انه يعني مش فاكت عندها انا وهي منيحة، ما بدي اياك تدخل عندها وتفاقيها وتزعجيها. ايوه لنشوف، مع اني مالي مصدقتك. حماتي بنت حماي شلونها؟ لسه جوزها عم يضربها؟ وبنتها المفعوصة رجعت ترساب؟ بشوفك ما بتروحي لعندها منوب، بس جاي لعندنا. انت احسن ما تدي وتعيشني بشي ما بخصك، على وقت ترتيه بحالك وبعيدتي. بنت عطول جايبة الدرجة الأولى يا مكيودي، عطول من الأوائل، ومقطع مكان منوب قبل ما تاخد شورة يا مكيودي، عطول شي خشبة يدق عليها لتصيبها بالعين. شو حمادي؟ بشوفك سارة عم تضربينها بحجارك، ايش قصدك يعني انا بصيب بالعين؟ قومي انضربي على قلبك شوفي ابنك ايش عمل بالقهوة. وقدر صار فيك ساعة بالقهوة بدي اياها تروح واخلص منها بقى. ليكني عم بعملها، احمد ربك عم بعرف بعملها، اول مرة بعمل قهوة بحياتي.